ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تمضي عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوف فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المهتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق غلابة القوية الذي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية فمن نشر طيبه تعذرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجمعت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصف عز قد تعالى مجدها خدت على نجم سهام بنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما كرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا كافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك يا الله الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله أغثنا 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 شريعا بأزاد الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله ولما نظر الفكر من دولة صوفي محمد ياتي عقودة توجهت إلى المتسمي سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل سعي فيه مشكورا فعلي فيه محمودا ويكتب عملي في العمل المقبولة بدوانجي في توجهة الخالصة والصلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأمان فتعود ظافرة وعلى باب سادي تحط الرخاض فتغشى منه الفيوضة الغامرة نتوجه إليك وأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رياضي دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والخصص بشرف الأمقار في كل موطن ماطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكن قرص إرشادك لأهل ودادك سيد القونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل للخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة واقترابه من أحبابي اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا بعد حركنا فيه
به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في عبر هذا الحبيبين الحاضرين وفي ضرائن قديبعه من السالكين ولحقه وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لن أدمن في رحمتك الخاشة فلا تحرمنا وذنون جاملة هي ورسلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك به مستشفعين وتنقضان تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمر وأن تجعل من سر هذا الحبيب ووزره وولده وظهره وأم بركة وشر في جهاد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جنب الجهاد وأدم رد الدين القومي وجنب الأقدار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف لهم قربة المقربين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك عن عبدك أم المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وبسل أدلة بالحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتعيد من عندك ونسر على المعاندين من المنافقين والكفر واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرس المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل من دعائك أسنك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وما صحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله Kok
والمعافى والسكيم سوا suwun sanget dumateng Sohibul Hajah ingkang sampun nyukani wekdal ugi kerjasama saking sound system anugrah niki saking todanan niki luar biasa matur suwun sanget pimpinanipun Mas Cendet niki saking kawula promosi iki mbok bilih enten panjenengan sedaya kagungan hajat saged damel sonipun Mas Cendet ingkang kualitasipun sampun sae. Cekap semanten saking kula wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.